والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النبي صلى الله عليه وسلم لحلقة الدباب ونحلفة قل لقيصر ملك الروم اللي بقول كاتب على ودي من الحلقة الله زي كنتم تعرفون هلو يبون قل تهاجيتوا لما نمسى عسلم كاتب أقول كتب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الحارث بني أبي شمر القساني أمير دمشق من قبل قيصر وهاك نص الكتاب يومكو يعني البناء اللي لنص أنا يدر اللي قلنا تعطوا لأنبي صلى الله عليه وسلم لكتبه للبغتر الأقيب كم سليه برضو كتاب الأكا قال أمير بصري ورد البصري الحالة قال الأكا كم سليه هما كمان قال حوزة بني علي صاحب اليمامة قول الأكا و المنذر بن ساري ملك البحرين الأكا و كمان عمان قلهم الأكا كلهم كنا قصروا إن شاء الله كلهم من الحلقة الله الموضوع من أيام كله متشابه تقورته. كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا إلى الحارث بن أبي شمر القساني أمير دمشق من قبل القيصر وقال صلى الله عليه وسلم رسالة بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله للحارث بن أبي شمر سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله وصدق وإني أدعوك أن تؤمن بالله وحده لا شريك له يبقى لك ملك. والرسالة دي كان مشبهها أو أرسل بها أو بعث بهذا الكتاب شجاع بن وهب الأسدي من أسد بن خزيمة. فلما قرأ الكتاب رمى به وقال من ينزع ملكي مني واستعد ليرسل جيشا يغزو المسلمين. وقال لشجاع بن وهب أخبر صاحبك بما ترى. واستأذن قيصر في حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فثناه قيصر عن عزمه فأجاز الحارث شجاع بن وهب بالكسوة ونفق ورده بالحسنى. اللي هيني بس من الرسالات الأكبرية وأبايا منتم اللي كم يرى النسي عند بيلا زعلا وأنا قلت قاتلكم تقع حربكم تبيلا وقيصر هيني إفعال كبيريو وأدماكم جديد اللي الحارث يقولوا النبي صلى الله عليه وسلم اللي يقرا على بالرسالات لقيس العلا كل شجاع ونفر بعيد الأكا فبيليا خلاص يعني لك صوت أنا فقط على الأكا ومن نويت أنا وعلى أقبل من تراجع ودا قطار لي بيتان كم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وكتب كتاب إلى أمير بصري إلى أمير بصري يدعوه إلى الإسلام وبعث الكتاب مع الحارث بن عمير الأزدي رضي الله عنه. فلما بلغ مؤتة الأردن تدريس أكان ديبها الليل ديب المسجد ديب الأردن على من عمل البرقاء في جنوب الأردن تعرض له شرحبيل بن عمرو القساني فضرب عنقه لأني الأقب النبيس وأراب لشرحبيل بن عمرو جدا حيو وقتليو واللي طبعا كان أشد الأشياء بين الرسول الإنسان والأقب النبيس وإلي القتل يعلاني والنبي صلى الله عليه وسلم قاتل يكونين وكان هذا أشد عمل عدواني تجاه الرسل فلم يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يقتل الرسول الله صلى الله عليه وسلم رسول غيره ما يتقل يكون أي إنسان قتل يكون وقد قال صلى الله عليه وسلم على ذلك وجدا جديدا ومرت أثر النبي صلى الله عليه وسلم لو داي لو كيوبو حتى عبد ذلك إلى معركة مؤتة يعني اللي سبب اللي معركتنا مؤتة علت وحرب إن شاء الله وقت ما تدبا إذا لا كان يكون معركة مؤتة بس لا كانت تلك كتبي لا طيب لا تكبي يبقى التركيز غير اللي بالله كفار الله. وكتب صلى الله عليه وسلم كتابا إلى حوذة بن علي صاحب اليمامة وهو بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى حوذة بن علي سلام على من اتبع الهدى وأعلم أن ديني سيظهر إلى منتهى الخف والحافر فأسلم تسلم واجعل لك ما تحت يديك. وبعث الكتاب مع سليط بن عمرو العامري فأكرمه وأجازه وكساه من نسيج هجر وكتب في الجواب
ما أحسن ما تدعو إليه وأجمله، وأنا شاعر شاعر قومي وخطيبهم، والعرب تهابني، فاجعل لي بعد الأمر اتبعه. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو سألني قطعة من الأرض ما فعلت، باد وباد ما في يديه. فمات منصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتح مكة. النبي صلى الله عليه وسلم الأقليه بيديها خلاص، يعني انت الأقليه جاي قرونتو وقبركو، انا شاعر انا وخطيب انا، لكن اكان ودهي وملوك ودهي واللي ودهي بلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى يودقلو، والله حتى من اللي سألني يودقلوني. يقول مين اللي والإنسان يعني بدويته بعديته بدويته بلا. صلى الله عليه وسلم مسألي. فمات منصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتح مكة، ودي سنة مكة مسألة حتى اللي يوديك موتى اللي من يعني اللي راي الإمام العلام. ولكن إلا الأغنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا نفر هديته بيو والأكيو كل شيء وسنجا بيو وكبتي وسلام على الله. وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا إلى المنذر بن ساوي ملك البحرين، دعاه فيه إلى الإسلام، وبعث هذا الكتاب مع العلاء بن الحضرمي. فأسلم المنذر، وأسلم بعض أهل البحرين، وبقى الآخرون على دينهم من اليهودية أو المجوسية. فكتب المنذر يخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستفتيه، فكتب إليه يأمره أن يترك المسلمين ما أسلموا عليه، ويأخذ من اليهود والمجوس الجزية، وأنك مهما تصلح فلن نعذرك عن عملك. اللي هنا ربي وفقه وأسلمه، وكتاب النبي صلى الله عليه وسلم كاتبه وأسلمه، والمسلمين بتحام أسلم مسلم، وجزء منا يهود ومنا يجوز تفوس عليهم سأل. والنبي صلى الله عليه وسلم بيليوح، وأن قلت النبي أستبتدي بهم وسأل. النبي صلى الله عليه وسلم بيليوح الإسلاميين المسلمين مسكر الله والحمد لله أسلموا تدينهم، ولا يهود ولا مجوس يعني جديد نساء منهم، وحين التقان كعلم من كلينا بيليه صلى الله عليه وسلم. وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا إلى ملك عمان، تكان أدنى منهم يعني تصرحت سلطته. وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا إلى ملكي عمان جيفر وأخيه، وهو بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله إلى جيفر وعبد ابن الجل ندي، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوكما بداعية الإسلام أسلما تسلما، فإني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين، فإنكما إن أقررتما بالإسلام وليتكما، وإن أبيتما أن تقرا بالإسلام فإن منككما زائل، وخير تحل بساحتكما وتظهر نبوتي على منكما. هذه برباع بلو أسلموا وأسلمكم من قبل، سلام ركبه وخير ركبه وأبيكم من قبل، بسلام عليكم من قبل، ولاية هيبكم وكان هيبكم باليوم، وأبيكم من قبل أمركم باللي جيشتوا، ولخير أزرع ساحتكم وتمتعتوا ونبوتي لا لتزارتوا الديبة مملكة مملكتكم لبلو مالا. وبعث الكتاب مع عمرو بن العاص رضي الله عنه. فلما قدم عمان لقي عبد الجندي، فسأله عبد عما يدعو إليه، فقال: إلى الله وحده لا شريك له، وتخلع ما عبد من دوني، وتشهد أن محمد عبده ورسوله. وبعد حوار جريء جرى بينهما، سأله عبد ما يأمر به، فقال: يأمر بطاعة الله وينهى عن معصيته، ويأمر بالبر ويأمر بالبر وصلة الرحم، وينهى عن الظلم والعدوان والزنا وشرب الخمر وعن عبادة الحجر والوثن والصليب. قال عبد: ما أحسن هذا الذي يدعو إليه، لو كان أخي تابعني عليه لركبنا حتى نؤمن بمحمد المصدق به، لكن أخي أظن بملكه من أن يدعه ويصير ذنبا تابعا. قال عمرو: إن أسلم أخوك ملكه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ملكه رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومه، فأخذ الصدقة من أنيه ويردها إلى فقير، فقال: إن هذا
لخلق حسن، ثم سأله عن صدقه فأخبره بتفاصيلها. فلما ذكر المواشي قال: ما أرى قومي يرضون بهذا. ثم إن عبدا أوسل عمرا إلى أخيه جيفر فأعطاه الكتاب فقرأه، ثم أعطاه لأخيه وسأل عمرا: ما فعلتم ما فعلته قريش؟ فأخبره أنهم أسلموا، وأنه إن أسلم يسلم، وإلا وطئته الخيل وتبيد خضراءه. وأرجع جيفر أمره إلى قد، فلما كان قد أبدأ القوة والصمود، ولكنه خالى بأخيه واستشاره. فلما كان بعد القد أسلم هو وأخوه وخاليا بين عمرو وبين أخذه الصدقة، وكان عونا على من خالفه. أرسل هذا الكتاب إلى عبد جيفر بعد فتح مكة. وأما بقية الكتب فقد أرسلت بعد عودته صلى الله عليه وسلم من الحديبية. الأخير لنا عمان دي بلقي سيد دي بلقي فوضي وحوه لقي صوت دولة عمان دي بلقي سيد لها وفتح مكة له ولا إعدام. الرسائل اللي بعثت لها كلها قد حقوا من صلح الحديبية وعمرة الحديبية من أكم صلح برة كم سألك هذا ويقولون كلهم وحوار من قبل لا أسلم أسلم ولا أبا أبا أور تفاصيل تاريخ دي بهم لحلقة الدراسة كله سامع لنا إن شاء الله دي بحلقة تمدي دي بكر فعلة تمدي بين المسلمين وبقية الأطراف وقزوة القابة لتب الحلقة سكرها مبتح تحنا وسلامات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.